تاجر استهواه الشعر، هو ذا سلطان بن علي العويس، هو ذا ابن الإمارات المسافر على أشرعة مركب قديم، يلقي بأحلامه الصغيرة في عرض البحر فيلتقطها لآلئة لا تقدر بثمن. هو ذا ابن تاريخ تليد، رحل مع شروق الشمس باتجاه منبتها وضعا الأفق نصب عينيه، وصل إلى حدود طريق الحرير، غير أنه عبرها فوق سطح الماء محملا بأغنيات ملأى بالأمل. تعلم التجارة كمهنة ورثها عن أسرته، لكن الشعر سكن شغاف قلبه فغرد بقصائد مدهشة في رقتها، حملت بين حروفها عشقا سافر لقرون مسربلا بشغف قيس بن الملوح وجميل بثينة، حتى حارت الأحرف في أي زمن ولدت. رغم أن تجارة اللؤلؤ التي عمل بها شاعرنا لم تستطع الصمود أمام متغيرات العصر، إلا أن ذلك لم يثنه عن النجاح في تجارات أخرى ليثبت أن الجواد الأصيل لا توقفه كبوة، فأبدع في تجارته كما أبدع في شعره وحياته الثقافية والاجتماعية، وترك بصمة راسخة لدى أبناء وطنه الذي عشقه وشهد مع أبناء عصره نهضته الفريدة، فكان عنصرا فاعلا في هذه النهضة، ليس في ميدان التجارة وتأسيس أعمدة عملها فحسب، وإنما في ميدان الثقافة والإبداع أيضا. عمل سلطان العويس على رفع مكانة الأدب والأدباء، وساهم في بناء قاعدة متينة لإبراز شعراء الوطن، فأسس جائزة تحتفي بهم، ليس لتكافئهم على إبداعهم، وإنما لتفجر طاقاتهم وتشجع أقلامهم على التحليق بأجمل الكلمات والمعاني. وطني دمي ينساب بين جوانحي، فكأنه والروح في سواء، وطن حنى أعطى فيوم هوانه ألا يكون لديكم فضلاء. وبتبرع سخي من شاعرنا الرائع، نظمت ندوة الثقافة والعلوم جائزة العويس للإبداع منذ العام 1990 بغية تشجيع الباحثين والدارسين الإماراتيين على توجيه أبحاثهم وجهودهم الإبداعية لما يخدم قضايا التنمية بالدراسة والتحليل والاستشراف، ويبرز المواهب المتعددة في البحث والابتكار العلمي والفكري والأدبي والفني. يا ندوة العلماء يا أبطالها، من ذا يطير بغير خفق جناحي؟ إن الثقافة والعلوم كليهما نبض الحياة وطب كل جراحي. في هواها فعصى
العالم زايد العزم فولى والنجم قد رمته العين في آفاقها إنها السيل وكنت المنجرم كلما الشطآن لاحت أو دنت قذفتني في هواها فعصف ليلى 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 أتيتك رازعا فخذيني دنيا الهوى لن تنقضي بسنيني ليلى 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 أتيتك رازعا فخذيني أسائل الناس ما دنياك ما الخبر وأنت في أفق عمري الشمس والقمر يمضي النهار بنا في كل منتجع طيرين آواهما في غصنه الشجر والليل ما الليل أنغام ووشوشة وعندليب يناجي صوته الوتر أغريتني ثم كان الصد عاقبتي لله درك كيف الحب يختصر أين الأحبة من دنياك يا رجل أين التداني وأين الهمس والقبل دنياك بالأمس يا هيمان وارفة ومنتدى لهوى غريده ثمل وجدول لاهث الأنفاس موعدنا يسقي الرياحين بالأعشاب ينتعل يرصع النجم منه كل منعطف فيه التقت شفة أو لملمت خصل وأنت من أنت يا من لست أذكرها إلا وجدت عيوني دمعها سفر يا أدمع الحب هل أبقيت لي مقلا تخفو لماما فقد أضناهما السهر كأنما المقل الحيرة بأدمعها زوارق من خلال الموج تنتقل نسقي الهوى أدمعا من لهفة وأسا كأننا في رحاب الدير نبتهل ما زلت أنزلها الحشا
فإذا بها بين الجوانح من فؤادي ألصق. تركتني في الهوى أعمى بلا أذن، فلست أعلم ما آتي وما أذر. أنا السقام الذي يشقى الطبيب به، فالحب أكبر مما يدرك البشر. أهدي الطبيب شعور أصحاب الهوى، هل يستطيع علاجهم من غادري؟ لما رأوه سقاهم من نظرة خمر الوعود، فيا له من ماكري. ماذا أصابك يا ليلى من الزمن؟ هذه نوازله في وجهك الحسن. لا تذكري الأمس، لا تذكري الأمس، إني لست منتقما، كر الليالي يداوي علة الشجن. هاتي يمينك، لن أخشى مكايدة، ها أنت راجعة عقدا بلا ثمن. أرى بوجهك وجهي، إننا بشر وكلنا مدع، والحكم للزمن. يا حبيبي كيف أرجع والذي شيد تصدع؟ كيف أنسى أمسيات بددت ما قد تجمع؟ كنت لي دوما سرابا أبدا ينأى ويلمع. يا حبيبي كيف أرجع؟ قلت لي ألقاك صبحا نتلاقى ونودع. عجبا منك ومني، هارب كيف يشيع؟ يا حبيبي كيف أرجع؟ كيف أرجع؟ دعينا من العتبة، فإن حياتنا تقاس بصفو في الهوى وتداني، فلا تنزعي للهجر بعد لقائنا. كفاك دلالا قاتلا وكفاني. أيا شفة قد ألمستني حريرها، وأعطت على بخل خمور دناني. سكبت الهوى صرفا فأسكرت عاشقا، فزيديه سكبا يصحو بعد ثواني. Thank you.
زاراً أغني في هواك وأبدع. وكيف تقاطعني وأنت